بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ما زلنا مع رحلتنا مع الإمام البخاري، وقلنا إنه مكث الإمام البخاري حوالي 16 عام يؤلف الجامع الصحيح، وإنه انتقى أحاديثه من 600 ألف حديث. ولما انتهى الإمام البخاري من كتابة الصحيح لم يكتفي بمنهجه الدقيق، إنما كمان عرض على علماء الحديث في عصره، عرض عليهم الجامع الصحيح عشان يراجعوه ويعطوا فيه ملاحظات، فعرضه الإمام البخاري على الإمام أحمد بن حنبل وعلى الإمام يحيى بن معين وعلى الإمام علي بن المديني. وطبعا الإمام أحمد بن حنبل كان من شيوخ الإمام البخاري وكمان علي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوا الجامع الصحيح وشهدوا له بالصحة وناقشوا في بعضه رحمهم الله تعالى. ومن المعروف في بيئة الحديث الشريف عند أهل العلم إن لأهل الحديث شروط معتبرة ومذكورة عند الأئمة بيزنوا بها الراوي اللي بيروي الحديث أو اللي بيروي الخبر اللي معاه. إذا انطبقت على الراوي الشروط دي وتحلى بهذه الشروط، لازم قبول الخبر أو الرواية اللي معاه. الشروط دي وغيرها استنبطها السادة العلماء من أحوال الصحابة الكرام في تحمل الحديث الشريف، وده في زمن الصدق، زمن النبوة الطاهر. الصحابة كانوا في منتهى الأمانة ومنتهى الدقة في تلقي الحديث الشريف وفي كذلك إبلاغ الحديث الشريف، زي ما سيدنا أنس رضي الله عنه قال: والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب. يعني ما كانوش، كانوا كل واحد منهم في منتهى الصدق وفي منتهى الدقة، وحتى من دقتهم لو سمعوا الحديث بنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا إحنا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زي ما كان سيدنا أنس بيقول: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يخبر بعضنا بعضا بالحديث وكنا لا نتهم بعضنا بعضا. ليه؟ لأنه كان زمن الصدق والوضوح. فتعلم علماء الحديث من زمن النبوة الشريف الدقة في قبول الأخبار، يعني في قبول الروايات، إن بنقول إن دي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقبلوا الخبر ولا يرفضوه بناء على الشروط اللي تم وضعها وقبول وزنة راوي الحديث بيها. فوضعوا كتير من الشروط وزادوا عليها بمقتضى الحوادث والوقائع اللي كانت بتجد في أزمانه، الظروف اللي هي ممكن تؤدي إلى ظهور الوضع. يعني الوضع ده يعني اختلاق الحديث الشريف من بعض الناس ونسبته إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت بتبقى فيه ظروف سياسية، فتن سياسية، فتن اجتماعية، أي ما كانت الفتن اللي بيبقى فيها فرق وكل واحد عاوز ينتصر للفريق بتاعه، مذهبه الفكري، مذهبه العقدي، أي ما كان. فبالتالي ظهر في مثل هذا الوقت إنه في بعض الوضاعين اللي هم بيضعوا الحديث، بيختلقوا الحديث وينسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ده أملى على العلماء، بالذات على علماء الحديث وقتئذ، ضرورة التثبت والتشدد في قبول الخبر أو رفضه، وده أدى إلى زيادة شروط قبول الخبر عشان يعترفوا أن ده حديث وياخدوه. وضعوا مجموعة من الشروط في الراوي كانت بتزيد في بعض الأزمان، أو كانت بتزيد مع وجود حوادث أو فتن ممكن تؤدي أن كل فريق يختلق بعض الناس، يختلقون بعض الأحاديث وينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مجموعة من الشروط المعتبرة والمذكورة عند أئمة الحديث الشريف، وإن الراوي اللي احتوى
على هذه الشروط، يعني اللي احتوى عليها من رواة الحديث وتحلى بهذه الشروط، لازم ساعتها انهم ياخدوا يقبلوا الخبر او الرواية اللي معاه. هذه الشروط او من اشهر هذه الشروط، اولا اللي بيروي الحديث ده او معاه خبر بيرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد يكون مسلم، ولابد ان يكون عاقل، ولابد ان يكون صادق مش معروف عنه الكذب. وقلنا انه كان بيتعمل زي سير ذاتية عن رواة الحديث، وبيتكتب تفصيلات دقيقة جدا عنهم، عشان ده اللي بنسميه علم الرجال اللي هم رجال رواة الحديث. وبالتالي كمان انه يكون هذا الراوي مع اسلامه وعقله وصدقه ما يكونش مدلس، انه يدلس في الحديث. يتوفر فيه شرط العداله كمان، العداله انه يكون متبع للاوامر الربانيه، اوامر الشرع، وانه يجتنب النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا ان احنا نقترفها او ناتيها، ويتجنب الفواحش، وانه بيتحرى العدل حتى عنده توقي اللفظ، الكلمه اللي بيقولها، يعني يكون معتدل ملتزم بضوابط الشرع الشريف في اقواله وافعاله، يعني تكون اقواله وافعاله موافقه للاحكام وللشرع الشريف. كمان ان يكون الراوي ده من اهل الاختصاص، يعني يكون معروف في بيئه العلم والتعلم، يعني يكون معروف بطلب الحديث الشريف، ومعروف بانه ارتحل من اجل طلب الحديث ومن اجل العنايه بالحديث، يعني يكون من اهل التخصص في هذا المجال، وكانت له رحلات في طلب الحديث. ليه تكون لي رحلات في طلب الحديث؟ لان زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، ان أئمة رواة الحديث وعلماء الحديث راحوا شرقا وغربا عشان يعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فانتشروا في الأمصار، فدول رواة أساسيين. فيبقى طالب الحديث بدل ما يروي عن فلان عن فلان، يمكن 2 3 4 سمعوا ده من أحد الرواة اللي نقلوا عن فلان، وفلان ده لسه موجود دلوقتي، لا يروحوا له، فيبقى يروح ليه صاحب السند ده يروي عنه، وفلان ده بيروي عن اللي أعلى منه واللي أعلى منه، وهكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيبذل مجهود ويروح يطلب الحديث، حتى الحديث اللي هو لم يصل إليه بعد، يروح إن شاء الله يسافر خراسان، يسافر العراق، يسافر الشام، ينزل إلى اليمن، بيرتحلوا من أجل طلب الحديث الشريف. وعشان كده العلماء في أزمانهم قالوا إنه من لم تكن له رحلة في طلب الحديث لم ينل الإمامة في هذا العلم. وإنه كمان من الشروط اللي ذكرها علماء الحديث إن يكون الراوي اللي بيروي الحديث ده وبيجيب الخبر ويقول ده بيستأن أو يصل إلى رسول الله، الخبر ده بيسنده إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسنده إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن يكون حفظه للحديث مأخوذ من مجلسته لعلماء الحديث مش من الصحف. ومن هنا المراد تحمله للحديث، تلقيه للحديث، حفظه وتعلمه للحديث عن طريق اللقاء المباشر مع الشيخ اللي خد منه، فيؤخذ الحديث من صدور العلماء بالتلقي مش من مطالعة الصحف والأوراق المكتوبة، لا، يضبط الأمر فيتلقى من أئمة رواة الحديث الشريف وعلمائه. وكل ما بيبقى محافظ على المسألة دي بيبقى ضبطه للحديث قوي جدا. كمان بيشترط في راوي الحديث إنه يكون ضابط جدا لما سمعه، مش بيقول سمعه من الراوي الفلاني. الضبط هنا مطلوب منه إنه يكون الراوي متقن جدا في ضبط ألفاظ الحديث، لما يرويه من لفظ الحديث أو لما يرويه من الخبر الذي بين يديه. والضبط ده نوعين، ضبط الصدر وضبط الكتاب اللي بين إيديه. ضبط الصدر النوع الأول إنه يحفظ الحديث في صدره بحيث يتمكن من أنه يقدر يستحضر الحديث متى شاء من دون تحريف أو نسيان بالضبط. وكذلك الضبط ضبطه الكتاب، أن يكون الراوي محافظ على كتابه
اللي بيدون فيه الأحاديث ولا يدخل فيه ما ليس من الحديث، يبقى كمان لازم يكون الراوي منضبط في حفظه، وقلنا الضبط ضبط ما يحفظه في صدره وما يخطه في سطره في كتابه في الحديث الشريف. كمان لازم يكون راوي الحديث ده كما اشترط علماء الحديث يكون كده متيقظ، مش غافل، يكون سليم الذهن غير مغفل، يعني مش تايه كده مش مركز، لا، لازم يكون صاحب قريحة وذهن حاضر ومش مشغول كمان غير بالعلم، عشان يبقى عنده الصفاء التام لتلقي الحديث الشريف. إنه كمان يكون الراوي قليل الغلط والوهم، لأنه الغلط وارد، لكن ما يكونش كتير بيغلط أو كتير بيوهم في أشياء. يعني المراد من الشرط ده إنه لا يكفي إن يكون الراوي للحديث عدل وضابط بس، لا، ده يجب كمان إنه يكون بعيد عن كثرة الغلط في رواياته. وعلى فكرة علماء الحديث في كل زمان كانوا بيعملوا للطلبة بتاعتهم امتحانات في روايتهم للحديث الشريف، يمتحنوا فيها السند ويمتحنوا فيها المتن، وده كان أمر معروف ومعلوم جدا، فكان بيبقى معروف مين اللي روايته فيها ضبط ومين اللي فيها غلط أو فيها انضباط، ده بيبقى معروف جدا بين أهل الاختصاص. فإذا كثرت أخطاء الراوي وكان غالب عليه الغلط وإنه بيلخبط في الرواية أو في رواية الأحاديث بحيث إنه أصبح بيخلط كثيرا بين الروايات، فده بيأثر على إنه أهل الحديث من أهل الاختصاص إنه يقبلوا الخبر اللي معاه. لازم يكون مشتهر فيما بينهم بانضباطه وعدم الغلط في روايته للحديث. أما بقى من جهة سلامة الراوي من الوهم، لأن الوهم بيعني إنه مثلا يجي الراوي مثلا يظن إنه سمع أو حفظ شيئا بطريقة معينة في حين إنه أخطأ في ذلك. لو ده مرة اتنين مش كتير، مش ده اللي غالب عليه الراوي، بقى اللي بيكثر أو بيكثر عنده مسألة الوهم بيعتبر عند علماء الحديث ده غير ضابط، ولو تكرر معاه الأمر ده في روايته أصبح حديثه مردود ما بيتخدش. من الشروط المهمة في رواية الحديث إن اللي حطها علماء الحديث إن يكون الراوي ده حسن السمت، ده بيروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يكون سمته حسن وهيئته طيبة وموصوف بالوقار، لأنه هو مدرك إنه يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد إن يكون راوي الحديث مجانب للأهواء تارك للبدع. يعني إيه مجانب للأهواء؟ المقصود بإنه الراوي يكون بعيد عن الأهواء الشخصية، يعني واحد مثلا ليه مذهب فكري معين أو فكر معين، الفكر ده قد يصيب الخطأ أو صاب عادي، يعني ده طبيعة البشر، لكن ما خليش الأفكار بتاعتي واتجاهاتي الفكرية تأثر على العملية العلمية، فأبتدي أدخل تلك الآراء الشخصية في الرواية، ده بيؤثر على صدقه في نقل الحديث. زي ما تشوف بعض الناس تمسك الآيات تأولها، أو تيجي في ناس بدأت في وقت في زمن في التاريخ الإسلامي مع وجود الفتن والصراعات إنه بيجي البعض يبتدي يختلق الأحاديث وينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام عشان ينتصر لمذهبه أو لفكرته أو لأي شيء. لا، راوي الحديث ده هو طالب علم وبالتالي ومعلم للعلم، لأن أهل العلم على طول كده طلاب للعلم وهم معلمين حتى لو كانوا كبار أئمة. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول أنا مع المحبرة حتى المقبرة، أنا طالب علم لآخر دقيقة، حتى لو كان عالما يأتيه الطلاب العلم من الشرق والغرب. فبالتالي طالب العلم لازم يكون بتاع العلم بس مش بتاع حاجة تانية، عشان يصدق الآراء التوجهات أي المذاهب الفكرية أو غيرها ما تاخدكش يمين وشمال عن رواية الحديث، وإلا لو ثبت عن الراوي كده يبقى ما لا يقبل خبره.
بسهولة. ليه؟ لأن الراوي اللي بيتبع هواه قد يميل إلى تغيير النصوص أو فهمها بطريقة يلوي كده معنى الحديث فيفهمه بطريقة تخدم هواه، تخدم مصالحه، تخدم توجهاته الفكرية. أما البدعة، لأن احنا قلنا من الشروط أن يكون بعيد عن الأهواء الشخصية وبعيد عن البدعة، البدعة في هذا السياق بتشير إلى أنه الراوي ده لازم يكون بعيد عن الابتداع في الدين. يعني إيه الابتداع في الدين؟ يعني مخالفة السنة بإدخال ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. فإذا كان الراوي ده مبتدع في عقيدته أو منهجه، أو كان متعصب لبدعته، فده بيعد سبب لعدم الثقة في روايته، لأنه ممكن يحرف الحديث أو ينقل ما يدعم تلك البدع. لكن الحقيقة علماء الحديث لدقتهم فرقوا بين نوعين من المبتدعين، لأنه حطوا ده شرط في قبول الخبر. فرقوا بين المبتدع غير الداعي للبدعة بتاعته، وبين المبتدع غير بين المبتدع غير الداعي لبدعته، والمبتدع الداعي لبدعته. طب بالنسبة للأول اللي هو المبتدع غير الداعي لبدعته، إذا كان الراوي ده تورط في ارتكاب بدعة مرة لكنه لا يدعو إليه، ولا يعرف عنه الكذب، ولا يعرف عنه أنه التحريف في النصوص لدعم بدعته، فقد تقبل روايته إذا كان ضابطا عدلا من أهل الالتزام ومن أهل العدول، قد تقبل روايته. المبتدع الداعي بقى النوع الثاني لبدعته، إذا كان الراوي ده بيدعو إلى بدعته وبيظهر في كلامه التعصب ليها، روايته غالبا ما ترد خوفا من أنه يؤثر هذا التعصب على نقله للحديث. ليه؟ لأن المفترض أن الإنسان بيصل إلى قناعات معينة في حياته، أفكار، مذاهب فكرية، آراء معينة هو معتقد فيها، لازم يعرف أنه ابن أغيار. أنا النهاردة معتقد كذا، قد يحصل نوع من التغيير الفكري أو التطور، الإنسان يتطور، تزداد ثقافته فيزداد تطوره العلمي والثقافي، فبالتالي ممكن تتغير آراءه. الإنسان يعرف إنه كده، فبالتالي ما يبقاش عنده تعصب بصورة تخليه ينحرف عن الحق، أو إنه يأثر ده على روايته في الحديث الشريف. في حتة التعصب للآراء، للمذاهب الفكرية، لقناعات معينة، كانت بتخلي قلق عند علماء الحديث في قبول رواية ذلك المبتدع، سواء مبتدع يدعو إلى بدعته أو مبتدع لا يدعو، قد تورط مرة ولا حاجة في ارتكاب بدعة. أنا بس حبيت، هو كلام تخصص اصطلاحي شوية، لكن حبيت إن إحنا نذكر بهذه الاحتياطات اللي حطها علماء الحديث في قبول الخبر، في قبول الحديث. وإحنا لما بنذكر بيها عشان ما يكترئش حد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب بها ويفتئد بقى ويقول لك لا ده ما اتكتبتش إلا في القرن الثالث، مال صحيفة كل الصحابة اللي كل واحد منهم كان ليه صحيفة ده إيه؟ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمكاتبة الملوك ده إيه؟ لما كانت الكتابة يعني منعدمة زي ما أنتوا بتقولوا، كان هناك الحفظ في السطور وكان هناك الحفظ في السطور. وشفنا نماذج من خلال الحلقات الماضية إزاي الصحابة كانت الدقة عندهم شديدة في، وهم مع بعض زي ما سيدنا أنس بيقول في، أنت سمعت الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام ويتأكد، وسيدنا أنس بيقول وكنا لا نكذب ولا نعرف الكذب، لكن كانوا بيتأكدوا لاستشعار كل واحد منهم بأن دي أمانة، وأمانة مش سهلة، قبول وتحمل الحديث الشريف. وبعد كده العلماء اتعلموا من جيل الصحابة، وتعلموا من زمن النبوة، وتعلموا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بشأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرائقه المختلفة في كل أمور وفنون الحياة. الميراث ده خدته الأجيال من بعد كده، سواء جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وبدأوا يخطوا الشروط والقواعد
في قبول الأخبار، لأن كتير من الصحابة راحوا شرقا وغربا عشان يعلموا الحديث وينشروا العلم، لأن دي أمانة كبيرة على كاهل هذه الأمة. فبالتالي انتشر حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي رحلة الحديث وعبر مرور الأيام والأوقات بدأت تظهر بعض الفتن اللي أدت إلى وجود نوع من وضع الحديث، إن بعض الناس تكذب وتضع بعض الأحاديث وتدلس في السند، ولكن كان بيكتشفها علماء الحديث وينسبوا الأخبار دي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان لها علماء الحديث بالمرصاد. فلما بنيجي نعرض شروط علماء الحديث في قبول الخبر عشان نشوف جهود العلماء في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد نظرنا إلى مثل هؤلاء الأدعياء الذين يتكلمون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حق، إلا أنهم يعني في هذا الجهل مصرون على أنه لا، ده ما كانش فيه حديث ولم يكتب الحديث ولم هم الصحابة، ده الصحابة عاشوا الحديث، عاشوا السنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، شافوها بعينيهم وعاشوها مع حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الجهد الطيب من علماء هذه الأمة كان بتوفيق من الله العظيم، حفاظا وحفظا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفت الشروط اللي احنا اتكلمنا في بعضها، زاد عليها الإمام البخاري شروطا خاصة به هو، خاصة بمنهجه هو أشد دقة، وهي خاصة بمنهجه في صحيحه الجامع الصحيح كما سنرى إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. وبسرعة ناخد الأسئلة. ست أم سامح، اتفضلي يا فندم. والله يا دكتورة نادية، أنا اتصلت بحضرتك بعد ما غلطت. أنا ابني السنة عنده حوالي 37 سنة. سبعة وكام؟ و30. أنا عندي 70 سنة وبابا عنده 72 سنة. ما شاء الله. وبقالي دخلت أكثر من 20 سنة ماشي في طريق المخدرات. ولا بينفع في شغل ولا بينفع في نيلة. وكل مدى بيزداد سوق. ودلوقتي بدأ يمد إيده على حاجات في البيت. ياخدها من ورانا ويترك ان هو ياخد دواء والده. وكل ما ماسك جدار الحته واقول لهم اللي انا فيه يقولي لي ملهاش حل غير الدعاء. يعني احنا لما بابا اتحرق على العاش من 12 سنه حتى ما كانش في نهايه الخدمه في المصحات
وكل ما يخرج يرجع لكده تاني وترجع لينا لعادتها القديمة. انه ايه يا فندم؟ ترجع لينا لعادتها القديمة يعني يبدأ تاني. طب هل احنا بدأنا علاج؟ هو دخل المشخصة وقال لك حضرتك دخل مرتين ويخرج يرجع زي ما هو بالظبط. وكملنا بعد وجوده في المصحات انه العلاج النفسي وكده كمله ولا لا؟ والله ما هو لازم تغيير المكان على الاقل. ما حدش قال لنا ردوا لحد ولا حد قال حاجه. ومعلش الحاله الماديه لا تسمح برضه ان والده على المعاش ومفيش. تمام. لكن هو لما بتقولوا له تتعالج بيبقى قابل ده ولا؟ هو أول مرة إحنا وديناه المصحة هم خدوه بلغنا وجم خدوه دب دب يعني زي قفش كده. لكن ثاني مرة هو اللي طلب من إخواته قال له يخلوا بابا بابا يوديني المصحة. لكن في المرتين بيخرج ويخرج يعني المرة دي بيقعد قد إيه؟ كل مرة بيقعد العشر أيام الأولين بتوع الديتوكس ديت وبعدين 3 شهور كاملين في المصحة. يعني كل مرة حوالي 100 يوم. وكان ربنا يعلم بوالده بيسد ازاي بصراحة يعني. إن شاء الله نسأل الله السلامة وربنا يعينكم إن شاء الله. طيب حضرتك ده السؤال فقط، في حاجة تانية أنا هجاوب على حضرتك. لكن في حاجة تانية تحبي تقوليها؟ لا حضرتك بس قولي لي، لان انا لما يعني من قيمه اسبوع تقريبا لقيته وصل ان هو يمد ايده على الدواء، يعني مش قادره اقول لحضرتك كرشته بره، دخلت في انهيار عصبي وانا اساسا عندي القلب وباخد ادويه. ربنا ان شاء الله يقر عينك برجوعي عن هذا الطريق يا رب، ويباعد بينه وبين الذنوب وهذه الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم امين يا رب العالمين. ست أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا ست أم أحمد. أولا بشكر الأستاذ الراقي اللي رد عليا على التليفون، ذوقه ورقيه يعني الحمد لله. ربنا يكرمه في حاجة النفس. الحمد لله الحمد لله، وإحنا بنشكره معاكي سواء سيد القبلاوي أو شادي. نشكر اتفضل. بصي حضرتك، أول سؤال، أنا في جروب بيلموا لقضاء الحوائج للناس يعني. انا ساعات الم مثلا لاشاعه لحد، ساعات الاشاعه تتاجل فبيبقى معايا المبلغ، فبيظهر لي حد تاني غير اللي انا لماله. ينفع ادي ده على بال ما يعني واخده بالك؟ اقول الجروب اللي معاكي ده مش بعيد عنك، يعني تقدري ترجعي لهم تقولي لهم ان انا باقي معايا الفلوس تم تأجيلها، تقدري ترجعي تقولي لهم عادي صح؟ عادي يعني لا انا بسأل، انت حضرتك عادي بتقدري ترجعي لهم؟ بس انا ساعات بتظهر لي حاجه فجأه لحد تاني. حاضر هجاوب حضرتك. السؤال الثاني اتفضلي. السؤال الثاني، انا بنتي يعتبر شفتها اللي فوق دي يعني تكاد تكون ممسوحه، يعني لدرجه ان هم بيتنمروا عليها، يعني رفيعة جدا. معلش تاني، بنت حضرتك ايه؟ شفايفها اللي فوق ايوه ممسوحة كده، يعني ملهاش شفايف. ايوه شفاها العليا. تمام. الدكتور، انا طبعا بابا وانا رافضين الحقن والحاجات دي، فانا الدكتور قال ليها عملية تجميل يعني، وقال مثلا الحقن لو حقنها هتتظبط. لا انا جوزي رافض الحقن، بيقول لي لا. لا انا مش بتكلم على انه رافض، احنا هنشوف الصالح اللي الطبيب يقول عليه، هل هو الحقن يداوي هذا العيب اللي بيخلي الناس تتنمر عليها ولا لا، بدل ما تدخل في عمليه. اذا كان انا اقول لحضرتك الحقن هيبقى كل 6 شهور، وانا مش عايزه كده. انت عايزه علاج دائم يعني؟ انا عايزه حاجه دايمه بحيث ما يعملهاش قلق يعني. فحضرتك بتسألي على عملية التجميل لإزالة العيب. الدكتور قال هيقص ويقلب يعني كده شغل يعني. طيب. تمام؟ حاضر، حضرتك بتسألي على السؤال الثالث بقى، معلش يا دكتور. لا معاكي معاكي. بصي حبيبتي، أنا في بيت ورث عن والدتي ليا 6 أسع. اه. تمام؟ أيوه.
انا لما اخويا يبيع مثلا المحل من البيت، انا ليا 6 اسر في المحل ده. بصي، عشان انا مسائل الميراث انا بحولها على دار الافتاء، عشان انا مش هينفع. شكرا ليكي يا ست ام احمد. بحولها على دار الافتاء، تروحوا مركز الحساب الشرعي، هناك لجنة بتقعد معاك وتقعد بقى تفند وتشوف. ده مش مقامه صعب جدا يكون مقامه الهوى، وبعدين عايز دقة، ما اقدرش ان انا اتحمل المسؤولية دي. معانا؟ طيب هنطلع للفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. كانت معانا الام الفاضله الست ام سامح، وابنها 37 سنه وهو في الادمان من 20 سنه وحاولوا معاه، ولكن بيرجع للطريق مره تانية. فالناس بيقولوا لها الدعاء، ما فيش غير الدعاء. الدعاء احنا بنلتمسه كسبب من الاسباب، ولكن لابد من اكتمال الاسباب يا ست ام سامح، لابد من العلاج في الجهات المعتمده، والدولة على فكرة بتدعم ذلك، بس احنا ما بنسألش فما بنعرفش. لازم نسأل ونعرف، ولو في أرقام خاصة بكده، كل حاجة بقت الداتا أو المعلومات بقت سهلة مش زي قبل كده، فنقدر إن احنا نعرف ونتصل ونشوف إيه الخدمات اللي بتقدم وبتبقى مدعومة. عشان لو حضرتك ما تقدريش على العلاج الخاص، فهيبقى العلاج اللي بتقدمه الحكومة، وإن حضرتك تحاولوا معاه، سواء بقى برضاه، سواء بالغصب ناخده، سواء بأي أسلوب نحتال بأنه يدخل المكان المخصص وياخد وقته الكامل في العلاج. لابد من إتمام العلاج كامل والبعد عن أصدقاء السوء، حتى لو تطلب ده إن احنا فترة مؤقتة ننتقل من المكان بعد ما يتم علاجه. العلاج مش علاج بأدوية وإنهاء السموم دي في الجسم بس، لأ، في بيتبعوا علاج نفسي طويل جدا، لأنه بيحصل أثر نفسي واضح بسبب الإدمان، فلازم في رحلة مع العلاج النفسي. كل ده أنا لازم آخد بالأسباب دي كلها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، إلى نهاية الحديث، فنريد أن نتوكل على الله حق التوكل، بأن احنا نستعمل كل الأسباب المتاحة بالنسبة لنا مع الدعاء قبل وأثناء وبعد، واليقين وحسن الظن في الله تعالى، إنه ما فيش كاشف للكرب غيره جل جلال الله. وأدعو الله إن ربنا ييسر لي ويفتح لي أبواب التوفيق، إن أنا أخد بإيديه ده. خلاص زي ما بنقول رجليه غرزت، عايز اللي يعينه، خلاص هو مش مسيطر على نفسه، لازم ناخد بإيديه، ولازم تتضافروا على ده، ونشوف ونبحث وندور، وإن شاء الله أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه من هذا البلاء الذي هو فيه. والسادة المشاهدين يدعوا للست أم سامح بأن ربنا يعينها ويعين زوجها الكريم على أنه هذا الابن يعرفوا ينتشلوه من براثن الإدمان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق. والأمور دي عايزة عزيمة وعايزة صبر، وابتلاء مش سهل، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو علمنا بأنه الله أكبر، أكبر من أي شيء إحنا نشوفه يوقفنا أو يمنعنا. فنستعن بالله ولا نعجز، وناخد كل الأسباب المتاحة، ونقرأ ونسأل ونشوف الناس اللي بتقدم الخدمات دي واللي بتعين، بس إحنا بتنقصنا المعلومة. وبرضو من الجهة الأخرى أرجو من كل الهيئات والمؤسسات، بالذات الحاجات التابعة للدولة، أنها تعلن عن نفسها أكتر، تنشر الأرقام للتواصل معاها لاستنقاذ الشباب من موضوع الإدمان. نسأل الله السلامة. الست أم أحمد بتقول على جروب مسمينه لقضاء الحوائج، هو خاص بقضاء حوائج الناس. ساعات بتقول إنه مثلا بيلموا فلوس عشان إنسان هيقوم بعمل أشعة أو ما شابه ذلك، وبعدين بيحصل إنه تتأجل الأشعة، يتأجل العلاج، فبيظهر لها حد تاني. هل تاخد الفلوس تديها للحد التاني؟ لا، لابد من استئذان من قام بالتبرع، لأن حضرتك يا فندم وكيلة عن الباقي ده، أو وكيلة عن اللي اداك الفلوس، وكيلة عنهم في التصرف، فيكون ذلك على مقصد أصحاب المال، والتغيير ده يكون بعد إذنهم. والله حصل إن فلان ده
تأخر مسألة أو تم تأجيل الدواء العلاج بتاعه، الكشف، الأشعة، فأنا أغيره للمكان الفلاني، تأذنون؟ فأنا أبقى كده الأمور ماشية فيها أنا بالانضباط الذي يجب أن تكون عليه. السؤال الثاني بتاع حضرتك انه بنت حضرتك الشفاه العليا عندها فيها مشكله، زي ما يكون فيها شق، فبتقول انه بيتنمروا عليها، فهي عايزين يعمل لها حاجه تجميليه سواء بالحقن او عمليه التجميل، لكن هم خايفين من الامر ده. لا مانع في ذلك، سواء احنا هنعالجها او عن طريق التجميل، ولرفع الضرر، حتى لو كان الضرر ده هي حاجة خلقية عاملة لي ضرر نفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل عرفجة، الصحابي عرفجة بن أسعد، قطعت أنفه في حرب من حروب الجاهلية، في يوم اسم في حرب كلاب، منطقة كده يعني كان تمت دارت فيها الحرب، فقطعت أنفه، فهو وضع أنف من فضة من ورق، فالفضة أنتنت عليه، أظهرت رائحة سيئة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك عليه أذن له بأن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يحدث رائحة، برغم أن الذهب محرم على الرجال، لكن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام لضرورة احتياج الرجل إلى وجود أنف عشان ما يبقاش فيه ضرر نفسي. المهم قبل ما ناخد إجراء الحقن أو العملية، إجراء العملية نسأل بس أهل الاختصاص عشان ما نحطهاش في مشكلة أكبر، الحقن أفضل ولا العملية أفضل؟ لازم الإنسان يستعلم كويس قبل ما ياخد القرار، مع إنه يستعن بالله بدعاء الاستخارة. نتوجه دعاء الاستخارة دعاء استعانة، دعاء الاستخارة دعاء استعانة، من الأذكار الواردة عن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة الدعاء، في كل شيء الإنسان مقبل عليه وما بينتظرش الإنسان يشوف رؤية أو خلافه، كل دي من الأمور التي يستأنس بها ولا يبني عليها قرار، هو بياخد بكل الأسباب ويدعو الله بدعاء الاستخارة أن يهيئ له الصالح، فهو دعاء استعانة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، نسألك يا مولانا فتحا وعزا مباركا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء يا رب، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة،
اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.